موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. يصل وزير الكيان الصهيوني بني غانتس اليوم الثلاثاء إلى المغرب بهدف تقوية التعاون الأمني بين البلدين بعد عام على تطبيع علاقتهما في زيارة هي الأولى من نوعها. وسبق أن استقبل المغرب مستشار الأمن الإسرائيلي ووزير خارجية الدولة العبرية منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين، لكنها المرة الأولى التي يقوم فيها وزير دفاع صهيوني بزيارة رسمية إلى المملكة. وينطلق غانتس مساء اليوم من تل أبيب باتجاه المغرب، حيث يرتقب أن يوقع اتفاقا يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين البلدين بحسب ما أفاد به مكتبه على أن يغادر المملكة الخميس. استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين بواشنطن نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي قال أقول إن العلاقات بين البلدين ستكون أقوى بشكل متزايد. بلينكن قال في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام إن الزيارة جاءت في وقتها لأنها تتزامن مع تعييث المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا. ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بلينكن وبوريطة ببعضهما، حيث سبق وأن التقيا في جويليا المنصرم على هامش قمة روما بشأن محاربة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. وصلت بعثة من صحفيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل في إطار مبادرة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية. ولفتت صحيفة إسرائيل هيوم بأن المؤثرين المغاربة سيتجولون في إسرائيل وسيوصون الزوار المحتملين من المغرب بالمجيء والتجول في البلاد، مضيفة أن الزيارة تستغرق 5 أيام سيزورون خلالها مدينة القدس ومدنا أخرى. وسيجتمع أعضاء البعثة مع وزير خارجية الاحتلال الصهيوني فيما سيمكثون في فندق بمدينة القدس المحتلة جهز لهم استقبالا خاصا بحسب الجريدة. قال المكتب الصحفي للأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة الأمريكية USS ميليوس مرت اليوم الثلاثاء عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين الصين القارية وجزيرة تايوان. وأضاف المكتب الصحفي في بيان له أن ذلك تم في المياه الدولية ووفقا لمعايير القانون الدولية. وأكد الأسطول السابع إن الجيش الأمريكي سيواصل الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك. ووفقا للمراقبين ازدادت في الأشهر الأخيرة وتيرة ظهور السفن الأمريكية في المضيق المذكور. هزت انفجارات عنيفة في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أثر غارات عنيفة للتحالف الذي تقوده السعودية. وأعلن التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في صنعاء، ودعا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وقال التحالف إن العملية التي تتزامن مع تصعيد عسكري واسع في مأرب والساحل الغربي تتوافق مع القانون الدولي الإنساني. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمردين في وقت تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس أبيبا. وقال رئيس الوزراء في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر مخاطبا أنصاره: دافعوا عن البلد اليوم لاقون في الجبهة. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه جبهة تحرير تيغراي مواصلة تقدمها باتجاه أديس أبيبا. بدأ البرلمان الأردني الاثنين مداولاته بشأن إصلاحات دستورية مقترحة يقول مسؤولون إنها تندرج في إطار حملة لتحقيق إصلاحات سياسية منتظرة منذ فترة طويلة.
وصاغت لجنة ملكية المقترحات لمحاولة تحديث النظام السياسي في البلاد وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات. وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، مضيفا إن الهدف هو الوصول إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبية حزبية. أفاد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستاكس الاثنين أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال المكتب إن أنشطته ستعدل في الأيام المقبلة. وكان المدير العام لمستشفيات المساعدة العامة في باريس مارتن هيرش أعلن الاثنين أن عدد المرضى المصابين بكوفيد 19 في أقسام الرعاية المركزة في البلاد مستقر نسبياً. نهاية الموجز، في أمان الله.